الآن إن شاء الله الورقة الثانية مع دكتورنا العزيز الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدخيل من المملكة العربية السعودية، ودكتورنا أيضا في الحقيقة سيرته الذاتية وهو المشرف العلمي على هذا المؤتمر. الدكتور مشكورا هو أيضا أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود ورئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية. يحمل دكتورنا الدكتور عبد العزيز الدخيل أيضا دكتوراه في الفلسفة في الخدمة الاجتماعية. أيضا دكتورنا له مجموعة كبيرة جدا، هو مستشار في عدد من الهيئات والوزارات والمستشفيات الخاصة والعامة. أيضا دكتورنا أشرف على عدد كبير جدا من بحوث طلبة الماجستير مشكورا. دكتورنا أيضا وهو من الدكاترة النشطين في المجالات النشاطات المجتمعية والتطوعية. دكتورنا أيضا هو عضو أيضا في عدد من اللجان بالأقسام. أترك الكلمة الآن لدكتورنا الدكتور عبد العزيز الدخيل حول ورقته حول دور الخدمة الاجتماعية في استقرار المؤسسات لنستمع لها مشكورين. تفضل. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أشكركم على الحضور وأشكر رئيس الجلسة وزملائي في هذه الجلسة. يمكن من واضح من عنوان المحاضرة هذه أو الورقة أنه دور الخدمة الاجتماعية في استقرار المؤسسات الاجتماعية. حقيقة لما أنا سبق واشتغلت في الخطوط السعودية فكانت تقريبا هذه يعني أعطتني أول سنة اللي عملت فيها وجدت طبعا الخطوط السعودية يعني مؤسسة كبيرة تقريبا فيها ذيك الأيام يعني يمكن أكثر من 3000 موظف. أنا وزملائي أعتقد يعني لسه خريجين ثانوي ونعمل، أعتقد كنا بحاجة إلى أحد يستمع لمشاكلنا ويستمع إلى يعني شكاوينا. بعدها بفترة يعني كان فيه من الممكن تحسين الإنتاجية وتحسين وحل المشكلات من خلال لو كان فيه إدارة للخدمات الاجتماعية. كان فيه مشاكل نفسية بينهم عند بعض، إن كان فيه مشاكل مرتبطة بمثلا إدمان، مشاكل أحيانا أسرية، مشاكل الشفتات، انتقال من وقت من شفت إلى آخر. فكانت يعني تقريبا هذه دل يعني كنت أتأمل أنه يكون في أحد بس يسمع لمشاكل الموظفين. كان حلينا يمكن 30% أو 40% من المشاكل وحسننا من الإنتاجية. كانت هذه بداية، وأعتقد أني لما بدأت أدخل في تخصص الخدمة الاجتماعية يمكن من أول سنة كتبت بروبوزل لإدارة الخطوط السعودية أنه لماذا لا يكون فيه أخصائي اجتماعي أو إدارة للخدمات الاجتماعية والنفسية في الخطوط السعودية. ويمكن هذا بداية الفقرة هذه أو الورقة هذه. مدى الحاجة لمهنة الخدمة الاجتماعية؟ دائما احنا نقول اينما يوجد تفاعل انساني فلا بد من وجود خدمة اجتماعية، لانه ما دام في تفاعل في مشاكل، في بناء، في وقاية من المشاكل، اذا لا بد من وجود اخصائي اجتماعي. انا دائما اقول يعني الخدمة الاجتماعية مثل الماء يدخل في كل مجال. لما نجي المجالات التقليدية للخدمة الاجتماعية، هناك المجال الطبي والصحة العامة، الإدمان، الصحة النفسية والعقلية، رعاية الطفولة والتعليم. هذه أكثر 5 مجالات مطلوبة في الخدمة الاجتماعية، مطلوبة وظيفيا حتى في طبعا في الولايات المتحدة وفي أوروبا. المجالات الحديثة للخدمة الاجتماعية لو جينا فيه طبعا الخدمة الاجتماعية الوظيفية، الخدمة الاجتماعية الرياضية، الخدمة الاجتماعية العسكرية. طبعا حتى العسكريه فيها شيء يفترض انه في اخصائي اجتماعي في الدفاع مع في وزاره الدفاع مع الجيش، يعني في الدفاع المدني، في اقسام الشرط. لو نفكر نحتاج اكثر من اخصائي اجتماعي في كل قسم من هذه.
قبل شوي كنت أتكلم مع الأقسام العسكريين اللي قبل شوي، طبعا واحد منهم قانوني دكتوراه في القانون، فكنا نتكلم على قضية الخدمة الاجتماعية في المجال العسكري، الخدمة الاجتماعية في المجال القانوني، الخدمة الاجتماعية يعني ما إيش المشكلة لو فيها أخصائي اجتماعي قبل لما يكون فيه مثلا أخ وأخوه ولا زوج وزوجته تضاربوا ولا صار فيهم مشكلة بينهم، ووصلت قبل توصل الشرطة أنه يكون فيها أخصائي اجتماعي يحاول يحل المشكلة قبل أن تستفحل أو تأخذ الطابع الرسمي. أيضا إيش المشكلة؟ يعني هو كان يقول لي أنه فيه تقريبا أكثر من الثلث من حالات الطلاق هنا في الإمارات العربية، يعني الحالات اللي يتزوجون ثلثهم يتطلقون، وكان يعزو السبب إلى أنه لما تروح يعني صار فيه استسهال لقضية أنه طلب الطلاق من قبل أحد الزوجين طبعا بذات الزوجة، فالقاضي يعطيها الحق في قضية الطلاق. أنا أعتقد أنه لو فيه أخصائي اجتماعي متمكن وأخصائي نفسي متمكن أنه ممكن يحل المشكلة قبل أن تتخذ إجراءات الطلاق. في الجيش كتبت ورقة أو خطة لوجود أهمية وجود الأخصائي الاجتماعي مع الجيش، وإحنا نعرف الآن ونعرف أنه مثلا جنود الخليجيين الإماراتيين السعوديين على الحد الجنوبي، ونعرف أنهم تغربوا عن أهلهم وأنهم على خط النار وأنهم بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي، وكثير من الدراسات تحدثت عن تأثير الحروب على الجندي وكثير من الأمراض النفسية والعقلية تأتي بعد الحرب. ولماذا لا يكون هناك أخصائيين اجتماعيين موجودين معهم في الميدان وموجودين حتى قبل للوقاية من بعض المشكلات اللي ممكن تصير نتيجة للحروب؟ أيضا نحتاج إلى خدمة اجتماعية مع الوافدين، يعني بلد مثل الإمارات فيها تقريبا أكثر من 60%، بلد عندنا مثلا في 30%، الكويت نفس الكلام. أعتقد أننا بحاجة أنه يكون فيه برضه إدارة متمكنة، يعني ترى يعني لما أقول متمكنة يعني قد يكون فيها أحيانا نكتب أنه مثلا عندنا إدارة للخدمة الاجتماعية للوافدين مثلا، لكن هل هي مفعلة؟ هل هي تقوم بدورها مثل ما ينبغي أن يكون ولا لا؟ نفس الكلام أيضا الآن يعني نتكلم عن اللاجئين من الدول العربية من دول أخرى، في سواء عندنا ولا في الإمارات ولا في قطر ولا في حتى البلاد الأوروبية، أمريكا وأوروبا على طول شغلوا الأخصائيين الاجتماعيين، والمنظمة الأمريكية للأخصائيين الاجتماعيين اشتغلوا على هذا الجانب وخصصوا أخصائيين اجتماعيين وخصصوا أبحاث ودراسات للوافدين السوريين مثلا الفترة هذه لكيفية التعامل معهم وكيفية مساعدتهم ومساعدة على استقرارهم في أمريكا. ما أعتقد أن احنا قمنا بهالشيء يعني عندنا في بلداننا في يعني أو بالشكل المطلوب. فهذه يعني أحد يعني أمثلة للمجالات الحديثة في الخدمة الاجتماعية اللي أنا بتحدث عنه. طبعا أنا تكلمت عن الخدمة الاجتماعية، طبعا هذا حطيته في الأول، الخدمة الاجتماعية الوظيفية أو المهنية، برنامج مساعدة الموظفين اللي هو Employees Assistance Program. لما قلت لكم قبل شوي عن الخطوط السعودية ومدى الحاجة
إلى وجود أخصائي اجتماعي في 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 أو وجود إدارة. أمريكا مطبقة برنامج مثل هذا اسمه Employee Assistant، وهذه يمكن أساس المحاضرة اللي أنا بتكلم عنها. البرنامج هذا باختصار لتعريف يعني الحضور ومناقشة مدى إمكانية وجوده هنا. هذا برنامج طبعاً اسمه برنامج مساعدة الموظفين، هو برنامج يهدف إلى مساعدة الناس على العيش بطريقة أفضل. طبعاً قائم على فكرة أن معظم الأفراد يشغلون وظيفة ما، وحتى من لا يشغل وظيفة فهناك فرد من الأسرة يعمل في وظيفة. يمكن تقديم خدمات اجتماعية ونفسية للناس من خلال مكان الوظيفة، يعني بدل ما أقدم خدمة لليتيم أو خدمة أو إلى آخره، أنا أقدم خدمة للناس من خلال وظائف، من خلال الوظيفة، لأنه ليس مقتصر على الموظف ولكن حتى أيضا يشمل أفراد الأسرة، طبعا الكلوز فاميلي. طبعا من هالمنطلق هذا الخدمات الاجتماعية تشمل معظم الناس. هناك نموذجان طبعا لتقديم مساعدة الموظفين. النموذج الأول اللي هو مساعدة الموظف عن طريق برنامج مستقل اللي هو مثل Employee Assistant Program، أو مساعدة الموظف مباشرة، يعني مثلا أنه تكون في مؤسسة تكون حكومية أو حتى أهلية تقدم عندها يعني وحدة كبيرة تقدم مثل خدمات التأمين يعني، لكن اسمها برنامج مساعدة الموظفين. يشترك فيها مثلا كل المؤسسات أو كل الجهات الحكومية تشترك فيها، فإذا عندهم مشكلة مع موظف يحول إلى هذه المؤسسة أو الموظف نفسه يتواصل معها. النموذج الثاني لا، أنه كل مؤسسة مثل ما قلت الخطوط السعودية يكون فيها وحدة، وزارة التربية يكون فيها وحدة، وزارة الحج يكون برضو فيها وحدة، وهكذا. فهي نموذجين مختلفين، يعني نموذجين نفس الفانكشن لكن طريقة تقديم الخدمة تختلف. هذا وصف البرنامج. خدمة التسم بالسرية تقدم للموظفين وأفراد أسرهم ممن يعانون من مشكلات اجتماعية ونفسية. تشمل خدمة الموظف وأسرته، تقدم الخدمة بطلب من الموظف، طبعا هذه الريفيرال سورس، الخدمة الاجتماعية من الموظف نفسه أو أحد أفراد الأسرة القريبة أو رئيس العمل. وطبعا هذا إضافة إلى وجود خط ساخن لتوفير الخدمات الطارئة وخدمات الاستشارات والتحويل. هذه طبعا المشكلات اللي ممكن يستفاد منها من خلال وحدة مساعدة الموظفين. لو تلاحظون هذا طبعا ترى مو اختراع، موجود هذا البرنامج حق مساعدة الموظفين الموجود في أمريكا، يقدم مثل هذه الخدمات. مشكلات الإدمان، المشكلات المالية، ضغوط العمل، الضغوط العاطفية، التحرش، العنف الأسري، الانفصال والفقد، رعاية الطفولة، الكبر والتقاعد، والمشكلات الأسرية. هذه نموذج للخدمات اللي ممكن تقدم من خلال برنامج مساعدة الموظفين. ماذا يتطلب البرنامج؟ يتطلب وجود سياسات تدعم البرنامج، لأنه لابد من دائما نتحدث أنه لابد من وجود دليل سياسات وإجراءات، لأن هي اللي تفرض البرنامج، هي اللي تساعد في دعم البرنامج. تقدير من الموظف والإدارة أنه they acknowledge هالبرنامج هذا، أنهم يعترفون فيه سواء الموظف أو حتى المدير أو المسؤول. اعتراف من المجتمع بأهمية البرنامج، وعادة الاعتراف يأتي إذا في فائدة، إذا لمسوا الناس في فائدة يكون هذا الشيء. تقويم دوري للبرنامج، توفير اختصاصيين في مجالات متعددة. اختصاصيين ليس المقصود فقط ترى أخصائي اجتماعي، ولكن أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، طبيب نفسي إلى آخره حسب الحاجة. وجود ميثاق أخلاقي يدعم هذا البرنامج وينظمه. هل فعلا البرنامج ناجح؟ طبعا دراسات عديدة وصفية أثبتت نجاح البرنامج
في مساعدة الموظفين وأفراد أسرهم على حل المشكلات التي تواجههم. أيضا أثبتت الدراسات الوصفية زيادة في معدل الإنتاجية في العمل، أيضا رضا أصحاب العمل سواء في المؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص. هناك حاجة إلى دراسات تجريبية أو شبه تجريبية لإثبات نجاح البرنامج، لأنه فعلا الأدبيات ما تحدثت كثير عن وجود أو مثلا ممارسة مبنية على البراهين لإثبات هذا الشيء أنه ناجح. هل يمكن أن ينجح في الخليج العربي؟ طبعا من خلال السياق المنطقي أنه ممكن ينجح. عندنا البرنامج واعد، معظم الوظائف لدينا طبعا في الخليج حكومية، معظمها يعني تتم عن طريق الحكومة، ولذلك أنه يعني لما الحكومة تضع مثل هذه البرامج داخل المؤسسات أو تضع برنامج مستقل بحيث أنه يخدم هذه المؤسسات، أتوقع أنه يعني إن شاء الله ينجح. إضافة إلى أنه نعاني من الإنتاجية، نعاني من مشكلات، وكثير نعرف أنه الموظف لولا أنه فيه أمان وظيفي كان انفصلوا إلى حد، يعني انفصل منهم ناس كثير. ليش؟ قضية مشاكل أسرية، مشاكل إدمان، مشاكل يعني عد وغلط من المشاكل اللي فعلا نحتاج إلى وجود أخصائيين اجتماعيين في تلك المؤسسات. طبعا هذا ما حبيت أنوه عنه في هذه الورقة حقيقة، يعني هي طرح الفكرة، ونتمنى إن شاء الله أنه تطبق على الأقل لو في مؤسسة، ويعني ممكن كنموذج يعني ممكن يعمم في على باقي المؤسسات. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.